الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
فمحونا آية الليل وجعلناها آية النهار مبصرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله.